عشان تعرف مواصفات الولد المتربي او البنت. طبعا تخيل ان ابنك الصغير كبر وبقى في سن الشباب، واسأل نفسك الاسئلة دي: تتمنى ابنك يكون مستقل ولا معتمد عليك؟ تتمنى يعرف يقول لا لاصدقاء السوء ولا يكون ملوش شخصية ولا رأي؟ تتمنى يبقى ليه طموح وشغف ولا يكون مستسلم لحاله؟ تتمنى يبقى قادر ياخد قرارات حياته ولا متردد؟ تتمنى يكون عارف يتواصل مع الناس ولا منطوي؟ تتمنى يحب الصلاة والكنيسة ولا مضطر عليه ومغصوب؟ بعدها اسأل نفسك ايه اللي ممكن تعمله عشان تخلي طفلك يكبر ويبقى بالشكل الحلو اللي تتمناه ده. يعني ببساطة خلي قدامك الهدف فيبقى سهل عليك تحققه. قد بابنك فيريحك.